الأول احنا نعرف ان التأمين نوعان، تأمين تبادلي وهو موجود بكثرة في جميع البلاد العربية والإسلامية وموجود بفئات عديدة وعلى أشكال مختلفة. فتجد مثلا المدرسين في بلد من البلاد يعملون فيما بينهم صندوقا تعاونيا يدفع كل واحد مبلغا معينا مقابل اذا حدثت احداث من نوع معين، فان الصندوق هذا يعطي من حدث له هذا مبلغا معينا من المال. واحد مثلا طفل من عمله او حصل له عجز او حسب الاكتساب، هذا الصندوق بطبيعته يجمع من الافراد ويعطي حسب هذه البنود او حسب هذه الاصول اللي بيعتمد على الصندوق، والنفق ما في الصندوق بيزاد ما يجمع من الافراد ليؤدي الواجب، وان زاد شيء بيحفظ لهؤلاء الاعضاء حتى لهم يوم تنفك شركات من هذه او هذا النوع من التعاون، فان المبلغ الباقي اما ان يوزع على الاعضاء واما ان يوجه الى جهة خيرية كما يريد. هذا نوع داخل تحت قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فهو لا شك في اباحته، ولا احد على الاطلاق تكلم في منعه او شكك فيه. لكن الذي فيه الكلام كما ذكر الدكتور هو التأمين المعروف لدينا الآن، وسيعنى التأمين بالتقسيط. وتعريف القانون انه عقد بين طرفين يلتزم فيه المؤمن وهو الشركة مثلا بأن يؤدي إلى المؤمن لمصلحته مبلغ من المال أو أي عوض مالي في حالة وقوع حدث أو تحقق خطر من الأخطار مبين في العقد، وذلك مقابل قسط يدفع أو مقابل أي دفع مالية حسب الاتفاق. الغاية من هذا التأمين هو ترميم أضرار المخاطر الطارئة، يعني التقليل من الآثار التي تحدث نتيجة الخطر. فإذا دعنا السيارة أو دعنا إنسان خطأ دعناه المؤمن أو المستأمن على التعريف الصحيح، هذا المستأمن يعني اللي دافع أسقاط، فإذا حصل هذا الدعم وأصيب إنسان وهذا الإنسان الداعم لا يستطيع أن يأتي بحاجات الحادث ومتطلباته، الشركة بتقوم بدل هذا الإنسان بدفع التعويض أو بإصلاح السيارة المدعومة إلى آخره. فهو الغرض منه، الغرض الظاهر طبعا والواضح هو هذا، إن ده تقليل من شأن الآثار المترتبة على الأخطار حتى يحدث نوع من التعاون الاجتماعي، وحتى يؤدي هذا التعويض إلى كما يقال التعزية ورفع المفتة عن الإنسان صاحب المشكلة. هذا يظهر وفي وضعه يعتبر شيئا محبوبا لا شك في ذلك. التعاون بدايته كانت في أوروبا في القرن الرابع عشر، أما الفكرة الإسلامية عن التأمين ويسمى فوكرة فبدأت في القرن التاسع عشر الميلادي. أول واحد تكلم عن التأمين من الفقهاء هو ابن عبدين في كتاب حسنته على رب المختار، وهو كتاب فقه حنفي من الكتب الأساسية في هذا المذهب والمعتمد عليها
في حل مشاكل او مشكلات كثيرة بالنسبة للزمن او العصر الذي نعيش فيه. اذا فعصب التأمين عصب مستخدم. انما المشكلة في هذا العصب ان العلماء لانه عصب استخدم على غير مثال سابق. يعني هذا العصب فيما نظر اليه وجد جميع العصور التي نص عليها الشرع والتي تكلم عليها الفقهاء هذا العقد لا يندرج تحت واحد منه. ومن هنا جاء اختلاف العلماء في هذه النقطة، هل هذا العقد يباح وليس له ما يندرج تحته أم لا يجوز لأن العقد ده يعتبر عقد مستحدث دخيل على الشريعة الإسلامية. لكن فقهاء الإسلام في دراستهم كان عندهم ما يحل هذه المشكلة، لأن الفقهاء اختلفوا أصلا هل العقود التي تحدث بين الناس الأصل فيها أنها مباحة ما لم تصطدم بأصل من الأصول أو نص من النصوص مثلا، أو الأصل في العقود أنها ممنوعة شرعا. فالذي قال أن الأصل في العقود عدم الإباحة الأصل فيها المنع مثل الأحناف الظاهرية والشافعية، هؤلاء وقفوا عند هذا العقد موقف المنع من هذه الناحية. لكن بدعوا هل نستطيع قياس هذا العقد على عقود موجودة في الفقه الإسلامي أم لا نستطيع؟ وده سنتكلم عنه بعد كده. الرأي الثاني القائل بأن الأصل في العقود الإباحة وليس المنع، بل الأصل في كل الأشياء الإباحة وليس المنع، يعني الأصل في الطعام وفي الشراب وفي الملابس وفي الحياة وفي الجري وفي كل شيء في الدنيا الأصل في الإباحة ما لم يأتي المنع، فإذا جاء المنع نمتنع عنه منعنا الله عنه والباقي يظل على الإباحة. وهؤلاء لهم أدلتهم والآخرون لهم أدلتهم، وأدلة القائلين أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي النص هي أقوى وفي رأي أرجح، وهذا ورأي المالكية ورأي الحنبلة ورأي الكثير أيضا من علماء الأحناف. فهذه نقطة ابتداء بتخلينا نتكلم ندخل على الموضوع نفسه وموضوع التأمين. هذا التأمين نوعان، تأمين على الإنسان وتأمين على غير الإنسان على الأشياء. أما التأمين على الإنسان فندعه جانبا الآن. التأمين على الأشياء من سيارات وتجارة وصناعة إلى آخره، فهذا اختلف فيه علماء أو فقهاء العصر الحديث. منهم من أباحة وهو عدد قليل، ومنهم من حرمه وهو عدد كثير. أما رأيي أنا قلت به من 5 سنوات فإن رأيي أن التأمين على غير الإنسان لا أرى فيه نصا أو دليلا قاطعا صالحا للتحريم، بل أرى أن مظاهره وآثاره تدل على إباحته. لو حاولنا أن نذكر آراء أو وجهات النظر بالنسبة للمحرمين وبالنسبة للمحللين أو القائلين بالتحريم والقائلون بالتحريم، فالقائلون بالتحريم
قالوا أولا إنه عقد مستحدث لا مثيل له في الشريعة الإسلامية. ثانيا قالوا إنه عقد فيه غرر فيه مخاطرة، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. إيه بيع الغرر؟ إن تبيع شيء ليس مضمون الوفاء به، فإن تبيع مثلا الطير من موجود في الهواء، أقول لك أنا بعت لك 10 طيور من هذه الأنواع من هذا النوع بخمسة جنيهات، هذا فين أنا أتحكم في الإمساك بها والوصول إليها حية أو صالحة؟ هذا موضوع فلا يستطيع إنسان أن يحكم به، على الأقل بالنسبة للإمكانيات الموجودة. يمكن في المستقبل تيجي الإمكانيات فيوجد حاجات نصبها اللي احنا عايزينه في الجو مثل مثلا الأشياء كثيرة الآن، فيسمى ده بيع غرض. مثلا يجي واحد يقول لي واحد أنا بعتلك الناس بتاعتي دي الناس يبطلها من النتاج المقبل أو الذي بعده بعته لك بعشرين دينارا، تسمح تعطيني العشرين دينار ويكتب منه العشرين دينار ويكتب عقد لأنه ما ينتج من الناس في الدفعة دي أو الدفعة التي بعدها، يبقى ده يعتبر حق لهذا الإنسان الذي اشتراه. هذا يعتبر غرر، يعني بيع في تغرير بالإنسان المشتري والوفاء به غير مضمون، يبقى العقد هذا العقد لا يصح ويعتبر عقد باطل أو فاسد حسب الخلاف في هذا الموضوع. يبقى هم قالوا أنا كمان بالنسبة للشركة أدفع مالا أبسطا وأدفع قسط اثنين وثلاثة، ويمكن لا أحتاج إلى الشركة ولا مرة واحدة. كمان ممكن أدفع عن السيارة مثلا قسط 10 جنيه ثم تبع عن السيارة تشترك تدفع فيها. إذا أنا أدعم سيارة الغير لأن ده التأمين ضد الغير، تشترك تدفع للغير هذا 400 دينار أو 500 دينار، يبقى أنا دفعت 10 والشركة دفعت 500 دينار، يبقى ده يعتبر زي المقامرة تماما ولا فرق بين هذا وهذا، فرغم أن فيه الغرر لأن الجهالة موجودة فهو أيضا يعتبر مقامرة لأن مسألة مترتبة أو قائمة على الحظ. هذا أيضا قالوا. كمان مما قالوا إذا وهذا قول مثلنا وهو قول مضحك بلا شك، أن هذا الإنسان كأنه يتحدى الكبر. لماذا؟ قال لأنه إذا كان الله قدر عليك شيئا تصابه فيجب أن تستسلم لهذا القدر وألا تبذل محاولات غير مشروعة من أجل أن ترد هذا القدر. وإذا طلعت زي ما ذكر أخونا الشيخ مصطفى الزرقا، طلعت يعني عرض هذه النقطة يعتبر عرضا من تفاهته لا يستحق الرد عليه، ومع ذلك نتكلم. قالوا ايضا ان الشركات تتعامل بالربا، وان الربا في اصولها وفروعها لا يفارقها، فالشركات كثيرة موجودة، والانسان حين يتعامل على اساس من هذا النوع يعني مع شركات اساسها الربوي موجود وقائم، يبقى لا يجوز انه يتعامل معها وحرام عليه هذا الوضع. بعدين لهم طريقة ايضا مهمة جدا في هذا، بيقولوا ان احنا اذا كانت هذه الامور كلها بالنسبة للمسلم انطاع فيها إلى أعداء الإسلام ومستغلين للمسلمين
من البيوتات الكبيرة المالية الكبيرة، وهذه البيوتات في الواقع هي بيوت يهودية من تأمينها استغلال الآخرين، بدليل أن الشركات وإن كان ظاهرها التعاون لكن الشركات بتتكاثر وترسل من جبنها وراء الإنسان وراء الناس ويتحايلون عليهم ويأخذون دروس ودورات تدريبية معينة كيف يستطيعون استخلاص المال من الديون والحصول عليه من أجل أن الإنسان يدفع ويؤمن. وطبعا النتيجة كما يقولون بعد ما يؤمن وهو يدعم غيره يروح الإنسان يقول لهم أعطوني المبلغ لأن لي الحق، تعال رميني السيارة، تعال بكرة وتعال بعده وبعد بعده، وخد عندك يوم التدريب. والقانون لا يعطي في هذه الحالة ولا يعطي ما يكفي مثل هذا بالنسبة تعرض لها بتوسع أو بها بكيفها. إذن هناك ظلم واقع أن الشركة تستغل لك في الآخر وتدير ظهرها لك في العطاء، فهي تعتبر شركة ظالمة بالنسبة لهذا الوضع، والتعامل معها لصالحها هي أكثر مما هي لصالح الأفضل. إذا أردنا أن نحن نرد على مثل هذا، أولا بالنسبة لقضية القضاء والقدر استبعدها بسرعة، لأن نحن بالنسبة لقضايا القضاء والقدر لنا جانبان، جانب تستسلم ولا تستطيع أن تفعل شيئا وترضى بقضاء الله وقدره رجاء كاملا حيث لا أمل في أي عمل. فمثلا ابن إنسان كافر، ماذا يفعل لو سكت؟ ماذا يفعل لو سرق؟ ماذا يفعل لو مزق ثيابه وفعل الأفاعيل؟ لم يستطيع رد حياته هذا. لكن ابن آخر وقع في البحر وخسيت عليه الغرق، إن تركته حتى يغرق فأنت قاتل، وإن أنقذته فأنت مصاب، وإنقاذه واجب على كل من يراه يستطيع إنقاذه. ومن هنا يقول ابن القيم إن أمور القضاء تنقسم إلى قسمين، قسم يجب الاستسلام له وقسم يجب دفعه ما دام دفعه في استطاعة الإنسان. وأنا ذكرت لك التسليم على سنة كل معرفة. فموضوع السيارة إذا كان القضاء أن تصاب إنسان أو أن تدعم سيارة أو أن يحرق مخزن مثلا، إحنا لا نرد القضاء، لكن ماذا لو أننا بعد وقوع القضاء بدأنا نرمم آثار القضاء؟ يبقى بدأنا نخفف من هذا، هل ده يعتبر رد للقضاء أو عدم رضا به؟ إحنا راضين به، لكن المسألة ما تحتاج أكثر من هذا. زي ما قلت لكم هو رأي لا يستحق الرد عليه. نيجي لموضوعات الأخرى، موضوعات الغرر. قالوا إن الغرر الأصل فيه يعني كون البيع أي السوء المبيع لا يمكن تنفيذه، هذا سيحدث عنه خلاف بين البائع والمشتري، وهذا النزاع لا بد أن تقوم الدولة بصورة القاضي بسد هذا النزاع. إذا هذا بيع يوصل إلى نزاع بين اثنين، وقد يوصل إلى قتل وقد يوصل إلى قتل إلى آخر. ليه؟ لأن صورة الضرر في النتيجة عن الجهالة واضحة. أما إذا كان الغرر يعني الجهالة فيه بسيطة، فابن القيم له رأي جميل لا أدري الذين كتبوا عن هذا الموضوع عن قراءتهم كثير منهم لماذا لم يكتبوا هذا الرأي. يقول إن الله تعالى لا يحرم الشيء لمطلق ضرر فيه، ولا يحل الشيء لمطلق نفع فيه، إنما الله يحرم الشيء إذا كان الضرر أكثر من النفع.
ويحل الشيء اذا كان النفع اكثر من الضر بالقاعده الشرعيه. واخذ ذلك من قوله تعالى: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. لما كان الاثم اكبر من النفع جاءت بعد ذلك ايه المائده فحرمت الخمر وحرمت الميسر. وسارت السريع على هذا وهو يقول: ما من شيء الا وفيه نفع وضرر. فاذا لو اننا احنا نظرنا الى قاعده الضرر والنفع فمطلقا بدون الترجيح سنحرم اشياء لا حصر لها. ويمكن ايضا نحن نحرم اشياء لا حصر لها، هذا ليس مبدا شرعي. هنا نجد ان في عمليه التامين على الاشياء مش على الحياه في غرض، يعني في شيء مجهول. لكن هذه الجهاله بتعتبر انا عارف قبل ان اغفل بها، انا فهمها وانا راضي بها وانا عارف انها لن تؤثر علي. ففي انا مثلا لما دفع 10 دنانير في التامين ضد الغرض أضبت مثلا 100 دينار، أنا بأكون مطمئن كل الاطمئنان، وأنا يهمني أن السيارة لا تدعم ولا تدعم ومبسوط ومتراضي بهذا، لن أسترد المبلغ ولن أطالب به، لكن في نفس الوقت أنا مسرور. واللي حصل لي إيه من هذا؟ إني أنا أصبحت مطمئن بعد عملية التأمين. ليه؟ لأنه إذا أنا دعمت أو دعمت يبقى الأثر هيرفع عني لأن الشركة ستقوم بهذا الرقم. يبقى زي ما بيقولوا إن الضرر أو الغرض في هذا الموضوع قليل، وإذا كان الغرض قليل لا يصلح للتحليل، لأن عملية الجهالة هنا ما هي جهالة بحكم الجهالة مطلقة. ثم في حاجة ثانية رد عليها رد جميل، قال: الغرض في تبادل المتبادل، أنا بعطيك لآخذ منك وانا مصمم ان اخذ، فمن يعطي 20 دينارا لياخذ بها سمكا موجودا هو مصمم ان ياخذ السمك، واذا لم ياخذ هيرفع الامر الى الحاكم. طيب كيف الحصول الى السمك؟ اذا المشكله قائمه، انا مصمم ان اخذ، لكن الذي يعطي مبلغا عن السياره تامينا ليس مصمما ان ياخذ، فهو من اول متنازل. فقالوا له: اذا فانت مسرف تضيع مالك بغير وجه حق. فقال لهم: لماذا كلمة تضيع بغير وجه حق؟ من أين جئتم بها؟ قالوا: لأنك ألقيت مالك لأمر كنت تعرف أنك قد لا تحتاج. قال: زين، لكن أنا اطمأنيت، حصل؟ قالوا: نعم حصل. قال: أنا أضرب لكم مثلا من الفقه نفسه، أنتم مؤمنون به، أنا لو علمت أن منطقة من المناطق، هذه المنطقة مقوفة فيها كلابين منطقة زعيم أو رئيس العصابة، إذا أنا أعطيت شيئا أمنني وطمأنني وأصبحت أنا مستريح جدا، هل لي أن أعطيه أم ليس لي؟ قالوا: لك أن تعطيه وإن كان حرام عليه أن يعطيه. قلت: انا بسال عني، انا ما ببحث عن شركات التامين، انا عارف شركات التامين بتعيش حرام في حاجات كثيره، انا بسال عن نفسي انا، هل انا في الوقت ده غلطان؟ قال: ليس غلطان، لو اني انا وجدت اني في حالات معينه ادفع ظلم، اريد دفع ظلم عن نفسي، فلم استطع دفع الظلم هذا الذي يعتبر انا بعيش في خوف منه الا بجد من المال، هل علي شيء؟ قالوا: لا. أجبتموه كلكم، فأنا أيضا أدفع عن نفسي هذا الخطر الذي أخشاه، وأبيت في بيتي مطمئن حتى إن دعمت سيارتي أو دعمت كانت الشركة قائمة بما يجب أن أتمر. يبقى إذا هذا، ومن هنا يبقى أنا دفعت الخطر بمال ودفع الخطر عن نفسي بمال، ولو كان الخطر غير محقق جاء. يجي لها أمثلة كثيرة، قالوا: إذا تركت للحد
وصلت إلى مكان غير مأمون، هل يجوز أنك تعطي المسؤول عن هذا المكان ما لم تأمن الطريق؟ قال يجوز أن تعطيه، لكن هل يجب عليك الحج أم لا؟ خلاف بين العلماء. يجي موضوع آخر، قال في حاجة اسمها الضمان أو الكفالة بالضمان أو الكفالة بالأمن أو بالقيمة أو بالمال. يعني إيه؟ أجي واحد أقول لإنسان يا أسامة أنت فلان هذا تتابعه باستمرار وتتعبه، لماذا؟ تأكل هذا الإنسان طالما هو معي أو متصل بي أو موجود في المكان هذا في أي البلد فإنه يستري ولا يبقى ويقع مكانة الناس ويعارفه ويأتي لنا بالمصائب، فكنت أنت لست أنا ضامن ما يقع منه، فإن وقع في دين فأنا سأسده، وإن وقع في عراك وأصاب أحدا فأنا أدفع ما يستحق عليه. فهذا أجازه العلماء. طيب المسألة هل هناك فرق بين هذا وذاك؟ إذا مسألة الكفالة بالضمان مسألة معترضة شرعا وهي قريبة جدا من هذا النوع. قالوا كمان في حاجة اسمها ولاء الموالاة في الفرع. ما هو ولاء الموالاة في الفرع؟ قالت أنا أنتم عايزين أو عقد لعقيدتكم أستطيع أن لك عقد قريب منه مش هو. بيجي واحد ليس من أهل البلد وليس له معرفة ولا عائلة تدفع عنه ولا عسيرة قوية، فيدخل غريبا يجد الناس يضطهدون، فيأتي الإنسان يقول أعمل معك عقدا على أني إذا مت فأنت تنقذني، وأنا في حياتي إذا وقعت في مشكلة أو أصابني ضرر فأنت تدفع عني المال المستحق نتيجة هذا الضرر. فيدخل يوافق هذا الإنسان على هذا العقد، يبقى كأن هذا الإنسان ضمن له الأحداث التي يقع فيها مقابل أن يرثه بعد موته، وهذا عقد اسمه عقد الموالاة وموجود عند الأحناف. يبقى احنا بنحسب ما يشبه عقد التأمين موجود مثله في الضمان، موجود مثله في عقد الموالاة، موجود أصله في باب التعاون على الدنيا والدنيا في أصول الشرع. أما القول بأنه معطل القدر فقط، وأما القول بأنه غرر فالرد عليه أنه غرر قليل مغتفر، وأما القول بأنه يعتبر نوع من المقامرة فكان الرد عليها أن المقامرة معلومة جيدا مثل ما ذكر الأخ، أما المقامرة أنك أنت بتدفع مال أنت يا إما تكسب كلية وإما تخسر كلية. يبقى داخل الإنسان هو أولا صرف صورة لعب، ثانيا بتبقى داخل عليه لأن خطاياك بيتك في الصباح وأنت آخر فرح وسرور لأنك خربت بيت في كم آخر، أو مروح بيتك وأنت تغطي وجهك كسوفا وخسوفا كمان لأنك فقدت كل ما في بيتك. هذه المصيبة بتعتبر كبيرة، ولذلك القرآن أكبر بأنه يجب غير البغضاء والنزاع والسقاط ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما أشرك جدا كل المتكامرين يسدون إلى القمار لدرجة أن كل واحد يعني كأننا الشيطان يربطه في سلسان الحديد حتى لا يخرج إلا بعد أن يخسر كل شيء أو يخسر كل هذا كثير كثير عن مثل هذا، فالقياس عليها قياس يعتبر بعيدا. هذه تقريبا خلاصة أما التأمين، ووجدت أنا بوافقني على هذا عدة أكاتبة لصد محمد يوسف عيسى عبد الرحمن عيسى أحمد صالح يوسف كلهم أكاتب الجامعة، الأستاذ مصطفى الزرقا، وطبعا المكان الثالث لهذا أكاتب من على رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة. من ضمن المواقف لهذا الرأي بأن التأمين على الأشياء جائز والتأمين على الحياة غير جائز، الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر، وكان الكتاب بنسبة فيه
أما التأمين على كل الأشياء جائز، لكن التأمين على الحياة غير جائز. نروح للتأمين على الحياة. سيدنا الشيخ الزرقاوي محمد يوسف السنوسي قال بأن التأمين على الحياة جائز كالتأمين على الأشياء. الشيخ الكتري قال إن التأمين على الحياة غير جائز. رأيي أنا لازلت أؤمن بأن التأمين على الحياة غير جائز. أنا لازلت مؤمن بهذا، وقبل ما ذكرت لكم إن العلماء اختلفوا ولا يمر. لأن في فرق كبير جدا بين التأمين على الحياة والتأمين على الأشياء. أولا الأصل في التأمين على الأشياء أنك أنت تدفع وأنت لا تريد كما قلنا أن تأخذ فيه، لا تريد أن تسترد هذا المبلغ، ولا تطمع أن تصدم أو تصدم حتى تحتاج إلى السرد. يبقى أنت بتأمن نفسك من قبل جانب معين. ثانيا بالنسبة لعامل الربا، أنا لا أقع في الربا مع الشركة إطلاقا بالنسبة للتأمين على الأشياء، لأنني أدفع المال ولا أقف لا ربا ولا أقف. أما التأمين على الحياة كالربا جزء في المعاملة المالية من هذا النوع. التأمين على الحياة بالنسبة لعلماء الشرق يقول لك يعتبر من بيع الدين بالدين، وده مبدأ مبسوط كرامة. ومن نوع من الشرق اللي هو الشرق دراهم بدراهم أو دمامير بدمامير، وده لابد من التفاضل على طول أول بأول في نفس الجلسة، أن يكون الرأي ده ليس قويا. التأمين على الأشياء يعتبر حالة ضرورية اقتصادية تدعو إليها الحاجة في العصر الحديث، خصوصا في البلاد التي تكثر فيها السيارات وتكثر فيها المغامرات والمخالفات لجميع قوانين المرور والتفاخر في دعم السيارات وتحسين 10 و 12 سيارة سيارة واحدة، لأن الولد كريهة وعاوز يغيرها، فما عندك من يحكم بينه وحكم السيارة في السوق ويروح للشركة والله يسد الشغل. أي شد للشركة سيعمل العملية دي. طبعا الشركة مرة تعرف البطولة مرة ما تعرفش الموضوع، هذا موضوع ما بنتكلمش معاهم، لكن احنا بنقول على الصور مثل ما هي اللي احنا بنشوفها. فالواقع ان اذا كان انسان كثير مسكين غلطان وقعد 10 سنين علشان يطلع سيارة جابها وبدا يشتغل بيها يجي له واحد الصبح وراح تعملها له، فيعني السيارة اللي جابها يوفر مبلغ فيها كان لاولاده يبصوا في بلد غير كويس. حياة الانسان بالسيارة ضرورية، يبقى حفظها يعتبر ضروري للحياة. اذا هيصبح التأمين حالة ضرورية في مثل هذا، فالتأمين يعتبر حالة ضرورية في مثل هذه الأشياء. كمان البلد إن يذكر فيه الشركات والأحداث الكثيرة لحرق المخازن والسرقة والنهب إلى آخره بدون كف بتصير حالة ضرورية. أما التأمين على الحياة ماله ليس ضروريا، وليس هو من الأمور التي تقتضيها الضرورة، على الأقل في مستوى الضرورة على التأمين على الأشياء. مثل هذا أو يعني الخلاصة العاجلة هذه بتكتير. الدكتور سأل سؤال بيهمني أجاب عليه، إن الربا الحكومات تتعامل بالربا، وأن الشركات حتى التوريع تعاملت بالربا، وأن الربا بيبقي في جميع الشركات تقريبا. والجواب على هذا أن الربا محرم بدليل قطعي ومحرم تحريما غير معلل. لأن التحريم المعلل يعني زي ما بالنسبة للمستر كل مستر خمس، فأي شيء أنت بتنفعه ولا مستر يعني جبت تمر جبت زبيب وقع في سرته يوم اثنين ثلاثة في النفع من قوة نبيل يعني من جبتي، لكن ما وصلت لحد الإفطار يبقى ليس حراما. ليه؟ لأن الإفطار هو علة التحريم، ما أثر كثيره فقليله حرام. لكن الربا لم يذكر فيه تعليم، ولذلك انا كاتب تقريبا وانا مستلم في الموضوع ده في الجامعه، كان الاستاذ عبد الرحيم العتيقي وجه ماليه موجود، فقال انا اؤمن بتحريم الربا ولو كان ربع في المنه، لاني اعلم انا اعلم الناس بادوار الربا وما يضره على الناس من ولا. فالربا حرام ولا يستطيع الانسان ان يتكلم في الموضوع حتى من ذلك. كل الناس الامر امر يقول لك
أنا رديت على هذا الموضوع في أسرقة مع الجانب المالي في الإسلام فيها دراسة من جانب المالية يعني المحب يطلع عليها بتوسع ممكن أسمعها. إنما أي واحد يقول لي أنا مضاف بجانب البنك أنا لم أخرج البنك حتى يعطيني البنك فوائد عليه. إنما البنك نفسه فهو كده كثر خيره ثم بيديني. أنا بسألك سؤال واحد بقول له ما أخذته من البنك؟ أنت خدت من أي رصيد من رصيد البنك؟ البنك يعطيك من فوائد أخذها من غيره. يستحيل البنك يعطيك من رأس المال. يوم يعرف البنك أن فوائد من رأس المال أيضاً. إنما البنك يأخذ من يعطي فلان سلطة ويأخذ منه 7%. ولما تضع أنت أموالك يعطيك 4%. يعني يبقى هو وفر 3 وبيشتغل في 40 عشان موظفين اللي عنده كم يقول. فأنت في الواقع إنما تأخذ مال ربا أخذ من غيرك. فأنت بتاخذ مال حرام ما بتاخذش مال حلال. دي الناحية الثانية إن العقد اللي بينك وبين البنك بهذا الأسلوب عقد غير شرعي على الإطلاق. لا هو مضاربة ولا هو شركة ولا ولا ولا. وكل عقد لا يحتمله الشرع ولا يقبله نتيجته المالية تسمى ربا في الشرع. يعني الربا مش هو بس على الفوائد. فالتعريف ده غلط. ده الفوائد جزء من انواع من جزء من الربا اللي هو اجزاء عديدة او انواع كثيرة موجودة في الفتح الاسلامي. فعدم دراستنا للفتح ورثنا في اشياء كثيرة. حتى ايه يا رب؟ ان لو انت رسيت انسان في بضاعة واخذت اكثر من حقك يقول لك ما زاد عن حقك ربا. ربا يعني ايه؟ يعني مال زائد لا ليس حلالا لك. السفر هذا في الكفاية ويعني احنا ما اتخلقناش كتير بس انا بسأل الاسر المراقبة ارجو الرقابة الموجودة في البيوت على الشركات. الواقع هي قائمة خير قيام او بعض قيام ما ادري لكن ما تجربتي انا بقول ان القانون اللي بيوزع الموضوع او بينظم الفلس الإنسان المؤمن في الشركات أو المستأمن في الشركات فيه عبد وفيه مواحي مطلع. إذن أنا أحد الأشخاص حصلت لي الحكاية الآتية لم تحصل غير واقف في الإشارة بعد ما نورت النور الأحمر وكان لسه السيارة سريعة بقالها شهرين اثنين فجاءني السائق كده في أمان الله وراح ضارب السيارة وهي طبعا وقتها فلما ضربت كانت الدعمة عنيفة جدا انا ما نزل نبي قلت له وانا سمعت الشرع جد مع ان العسكر السيارة كانت معتقة يعني ما كانت يفتح ما تمشي الا بالقوة. الراجل اللي دعم قال انا دعمت وانا غلطان. في الشركة قال كده قلت والله الحكاية هتستاهل. بعد كده قال اتفضل بقى انا طبعا مؤمن جدا غير بس فقالوا اتفضل بقى ايه؟ قالوا لسه الكرة الارضية 7 مرات حتى تحصل حتى على حقك بالنسبة لمن دعمك. ليه يا فندم؟ اولا تروح انت او الشركة هي اللي تعمل لك. اذا الشركة هي اللي صلحت لك بتصلح لك بطريقتها الخاصة. طب انا عايز اصلح في الوكالة لان دي طالعة. قالوا انت فرد ورحنا صلحنا في الوكالة. انا ادري علشان اصلح وبعدين خدت الاوراق علشان تثبت ان انا صلحت. تعالى بص وبعد والسهر ازاي واللي بعد بعتني الاوراق ما بعتتش الاوراق. الاوراق ضاعت ما بكلمتش بعد وبعد ما بعت بعد الشهر رحت طلعت اوراق جديده لما جبت الجريده قالوا وجدناها. ولا عن الشيء يا فندم في هذا الشهر ده الواقع انا بقدر ثمانية بيته وانا ظليت 4 شهور جايب لغايه ما الطياره شهرين لغايه ما الطياره طلعت واكثر وفت شهور لغاية ما حصلت على المبلغ بتنازل عن جزء كبير منه وبعد ما جبت وصفة فقال لولا الوصفة دي كانت العملية قد سنتين بالضبط. ليه؟ قال الشركة دي كده يا سيدي. الواقع أنا بقول هنا أنا شرعا وعرفا أنا دعمت يبقى السيارة اللي دعمتني تأخذ على طول إلى أي مكان وتوقف فيها.
إذا يطمع الراجل روح الوكالة ويتصرف الأمور ويدفع الفلوس وياخذ هو بها وتحكم المحكمة بالموضوع ياخذ الحق ويروح على الشركة ويقول لهم ادفعوا لي الفلوس دي، مش أنا أبقى مدعوم ومظلوم وكنت أخرب بيتي وكنت حموت وبعد كده أنا اللي أجري برضه. ده معقول يعني؟ سألت أنا واحد من المسؤولين القانونيين قال لهم دي نقطة ضعف وفيها فعلا إجحاف لكن هيغيروها، وطبعا عادي زي الكوكة في اللغة العربية إن الكوكة دي تاخد من 5 دقائق ل 500 سنة. من بعض الأحكام لتدريس حسن العيوب، أولا إذا اختلف علماء الشريعة في موضوع معين ما هو موقف الأفراد بالنسبة للآراء المتعارضة؟ وهل مجرد الاقتناع برأي أهل العلماء يجوز له اتباع رأيه؟ وفي نفس الورقة سؤال آخر، كيف نفرق بين الربا والمساهمة التجارية؟ السؤال الأول إن مدام الصرفة يبقى معناها إن المجال للحلال موجود، طريق الحلال موجود، فبناء عليك لك إنك إذا تحققت هذا الطريق تكون إذا وجدت أنك محتاج إليه، ولك أنك أنت لا تستعمل التأمين اللي أنت ليك خيار فيه مثل التأمين الثاني مثلا. يعني التأمين يتفضل غير انت هنا مجبور انك تعمله، لكن التأمين الثاني انت حر في ان تعمل او لا تعمل. فالتأمين في هذا يبقى الامور الضرورية دائما الامور المختلف فيها تجد انت فرصة للعمل او للاضافة فيما تكون في حالة ضرورية. ان لا تكون هناك حالة ضرورية يبقى من الورع انك تترك هذا الباب وما تفرق نفسك فيه. اما انك تتقطع الشبهات فقد استبرأ الدين وعرضه، دع ما يريدك الى ما لا يريدك. اما السؤال الثاني اذا انتجت لي ربا والمساهمه التجاريه، لا المساهمه التجاريه اسمها المساهمه التجاريه. جماعه بيشتركوا كل واحد له اسهم محدوده او نسبه الربح محدوده بالنسبه للاسهم، وبالتالي يعني كل واحد اللي له 10 اسهم يبقى ياخذ نسبتها، اللي له 20 ثانيه له 1000 ثانيه ياخذ نسبتها. فهذا وضع ما فيه شيء، لأن عمل تجاري نتيجة مساهمة. أما الربا فهي داخل على المساهمة التجارية، يعني ممكن الشركة تبقى مساهمة ومع ذلك بتعمل زي الشركات أو بعض الشركات، الشركات الكبيرة هي عندها مثلا 2 مليون دولار أو 3 مليون على كل تكتلات ال 3 مليون وتبعهم في البنك وتاخد من البنك 7 مليون. يعني البنك يستلمهم، هي وضعت البنك بربك وخدت 7 مليون بربك وتبتدي، وطبعا هم بيوافقوها حسب شروط معينه، تبتدي هذه الشركه تعتبر غلطتين، وضعت بفوائد واخذت بفوائد، يبقى الغلطه دي نفسها هي اللي حرام، لكن الشركه في الارض مش حرام. تتخلص انت منها ازاي دي المشكله بقى؟ يعني ده موضوع الواقع فكري، عايز جلسه كده هاديه طويلة شوية، إنما الجلسات دي سريعة يعني بنقول عليها سندوتش ما تحتمل العملية الطويلة دي إن شاء الله. سؤال آخر قضية الشيخ، هناك نوع من التأمين على الحياة يشبه التأمين على الممتلكات أو الأشياء، وما يسمى بالتأمين المؤقت، ومقتضاه يدفع للثمن قسطا معينا مقابل ضمان مبلغ يدفع في حالة وفاته خلال مدة معينة، قد تكون سنة أو أكثر. أو قسط من السؤال يا رب، هل هذا التأمين حرام أيضا؟ برضه حرام. هو من خلع عن العيوب اللي احنا ذكرناها. ما تزعلش يا أستاذ. السؤال الآخر أراد الشيخ حسن أيوب توضيحنا فيها أن قواعد الغرر وأوضح أنه لا يتوافق في حال التأمين على الأشياء. معروف أن سعر الفائدة بتعريف الاقتصادي ينطلق من فلسفة أن سعر الفائدة على عنق رأس المال الذي تعطيه البنوك بنود أمواله عبارة عن عائد ضد المخاطر التي يتعرض لها عنق رأس المال، علاوة على أنه يمثل أيضا تكلفة للفرصة البديلة التي كان من الممكن استثمار تلك الأموال فيها، إلا أن النظرة الإسلامية لسعر الفائدة تدخله في ضرائب الحرام والربا. أما رأي فضيلة الشيخ
مسائل الفائدة وعلى أساس وعلى أساس سيتحامل البنك الإسلامي وعلى أي أساس سيتحامل البنك الإسلامي. فما هي أصول التكتيك التي يستند إليها؟ المهدار بإسمع أنت عارف أصول التكتيك وأصول التكتيك أنا أصولك بكل صراحة ثم يمشي هذه الجلسة ما تقدر لأنك لابد تدرك الأصل الإسلامي هو الموضوع موجود في أطرافها على فكرة موجود في أطرافها في الجانب المالي في الإسلام يستطيع أي واحد أن تنفذ الأسلام المالي الإسلامي في الأدرة يأخذ المجموعة المالية ويقدر يتطلع على كل أنواع الحرام من المواد المالية أنا اعترفت هذا الموضوع وتوسع بعد ما قرأت حوالي يمكن 10 كتب في الاقتصاد فيما يتصل بالرياضيات من مدحية الواقع ان زي ما قلت ان مختلف التكوين الاسلامي في هذا تنبثق من جانب معين نحن متعودين ان رأس المال يبقى يوضع في مكان وهو موضوع مفتاح اربعة وثلاثة يبتدي يأتي فائدة بدون عمل فيترتب على ذلك أنا توجد طائفة معينة يجب موجودة من فكرة في المجتمع كله وهي عمالة تتمتع من ثوائد الأموال بتاعتها مسجلة لو إحنا قلناها أن ده ربا وأن الزكاة هتوخذ من الأموال وبالتالي ستأكل هذه الأموال فتأخرج أموالكم كل دلوقت عمالة القنبلة الذرية والهدرة الجنية وبنينا المكان وبنينا الإمارات وكل ده مش هيدفع زكاة يعني تتصور وعدم دفع الزكاة ليه لأن العمارة هيدفع زكاة يعني تتصور وعدم دفع الزكاة ليه لأن العمارة هتدفع إلا على الناتج منها المصنع مش هيدفع إلا على الناتج منها لكن باسم المصنع باسم العمارة معلش زكاة لو أننا استثمرنا هذه الأموال كان على طول كل المجتمع الإسلامي أو العربي هيستفيد من وراء هذا كان استثمر بدل ما القطة أم 100 دينار كان الجانب جنبه 30 دينار كان الأمور المالية تتدخل المجتمع النهارده ما تعرفش إحنا النهارده بنسأل لأموالنا يستفيد بها أعدائنا القرآن اعتبر السند ده نفسه ضريب فالذين يتنزلون الذهب والفضة ولم يؤتونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم لو يثنى عليها في نور جهنم فتكوى به بما هو الذي يجرنا بوروه هذا من تمثل لأنفسكم يعني من تعطي المجتمع أي اعتبار لما تنظر الى البصر البصر هو اللي بان عليك المال من شمس في يدك او دينار في جيبك الا وهو معقود من اكل لك في الانسانيه او اكل لك المجتمع فاذا كانت تاخذ الاموال وتحدثها انك تتلظى نار الغلاء والحاجه والقبر والبؤس اذا تقريبا مش موجود الا في يد هذه البلاد بلاد المجتمع العربيه او المتمكنه هذا عمليه غلطه كبيره ففي قاعده معينه تسمى الجمهور من اجل رحمه البشر وعشان كده بنحرم الخير. طب سؤال اخر هل مثلا من قضيه الشيخ حسن يقول بان تامين الحياه الممنوع بوجود عنصر الغيبه في الحياه اما هو الوضع اذا امتنعت شركات التامين عن الحلال الغيبه هل يمكن التامين حلال؟ يعني ما قلت انه يمكن الغيبه الواحد انا قلت اولا ان عنصر الغيبه موجود اصلا في اساس عنصر المخاطرة عقد لا داعي له أصلا عقد لا يتفق مع أي جانب إسلامي يقدر يكون له لأن فعلا من غرض كامل فيه والمخاطرة كاملة فيه هذا رأي السيد مصطفى والجماعة المنوال قالوا إن سووه وإن كان أجابوا عن بعض يعني وبعض وقته قعد يرد شوية لكن الردود اللي أنا قرأتها له لم أجدها كثير أنا اقتنعت بكلامهم في التأمين على الأشياء، لكن عند التأمين على الحياة لم أجد ردود كافية وسمعت ربنا لما وجدت ردود صالحة. وجدت كلام الراجل الكسر هذا القاضي الطارق أقوى بكثير ومع اقتناعي أنا بالموضوع زي ما قلت من 5 سنوات بالنسبة لهذا. سؤال آخر ألا تعتقد بأن التأمين على الأشياء يدفع البعض إلى عدم الإنجازات ويتحقق درجة بالغيب حتى وحتى بنفسه هذا صحيح
فبقول فيه عدم مبالاة، لكن إذا كتنا المنفعة الحاصلة بالتأمين مقابل الضرر الحاصل باللا مبالاة تطلع المنفعة أكثر، إن الإباحة تأتي مع الأكثرية ولا تأتي مع الإطلاق. بكل واضح ما رأيك في إنشاء شركات تأمين إسلامية تقوم بها الإسلامية تتعاون مع بعضها؟ وكل ممكن نفس شركات التأمين ممكن تتحول إلى وضع إسلامي ممتاز. إننا أصلا مقصودين بالنظام الإسلامي تكون يعني سلطات إنترنت شركة وعرف إن ممكن إنشاء بنفس إسلامية. الأصل المسألة ليس بغير مسألة زي ما تقول، أكن بيت بغير إسلامي في تسمية سهل يسمى بيتا، في واقعه يسمى شركة. فالواقع يعتبر شركة لأنه بياخذ الأموال ويستثمرها في مواقع مختلفة، وهذا الاستثمار بيعود على المؤسسين في البيت أو المتنين. إذا هذا طبيعة الشركة قانون ويسمى بالتنين. آخر قولة فالشراء ناسم يكون الحيوانات قبل الحرام. الثلاثة بتفسير القرآن عن قصص الأنبياء قول الشعائب إلى موسى لا يوجد من غنم ذكور فهو لك. فهذا الأنبياء تعامل به. هو قال له لا يوجد من غنم ذكور فهو لك هدى. مثل مثل أنت انولدت الأغنام هذا العام عندك مثلا أغنام كثيرة. أنت الناس الذين من الذكور هو في سبيل الله. ده موضوع مفيش معارضه. المعارضه بالنسبه لي الحرمات لما اقول انا اهى بك ما ياتي من الذكور. فلذلك انا ان جميع الاغنام في المده دي من الذكور كانوا ثلاثه في كل تجمعات. فاذا كان الذكور من قبل هذه الهدى سته. هل تقل الذي يتقاضاه رجل التأمين على ان الحرام؟ انت بتدخلين ليش المشكله؟ يعني الجسم اللي يتقاضاه رجل التأمين ما بين التأمين على من تدخل رجل التأمين حرام. إذا كان التأمين حرام من تدخل رجل التأمين هو مسألة نفس بالنسبة لتعامل الشاب التجربة هل الرضا يتعامل معها مع الرضا أن هي تعليم يزيد لها من التعامل بجرس ويزيد لها من التعامل بمثل فكيف يزيد لها أن يتعامل مع شركة أو طرف ثاني يتعامل بجرس يتعاملها معه يزيد لها من هذا العمل أجار الكرم. هذا الموضوع في موضوع الأصل يعني بالنسبة لشركة التأمين بالذات أنت تريد أن التأمين في ذاته وأن يكون السيدة بتعود عليك من هذا أنت نفسك فيها فيه. إنما جواب لكن كنت تشترك تشترك على شركة تأمين أرباح هذا يعني مثلا افرض في بلد راجل مرابي الراجل المرابي ده بيجي يشتري الغلة البر بتاعته والسعير والأشياء اللي عندكم كأنه ما بيع لك بالجعل ولا شيء عليه. لأن أنت دخلت من الجانب الذي ليس حراما وأنت بتتعامل تعامل مغير ما لك بس بالأرباح بتاعته إلا إذا كان المرابي أكثر منه حراما فلا يجوز أن تتعامل معه لا تقم تبيته ولا تقرب ولا تجلس في المدار ولا حتى تقول له السلام عليكم بس القصد. يبقى ده موضوع ثاني خالص. السلام عليكم دي تحرم عليه ولو كان في كبيرة الشمس واحد رضا. السؤال من الأستاذ داوود ذكرت أن الفرق الأول بين التعليم والمحاضرة هو إمكانية التحكم بالنسبة للتعليم وعدم إمكانية التحكم بالنسبة للمقامرة. في ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية المقامرة يعترف بها التعليم. فهل يتم التقاضي بالنسبة للمقامرة في تلك الولاية؟ موضوع التقاضي ومن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذ
وبالنسبة لذات العائد أيضا فهنا تكون أكثر من الثوائب الضريبة. فممكن عمل مصلحات مضمونة وهي كثيرة جدا تدخل فيها إما كمساهمة وإما كتأسيس ثاني. وده عملية بتبقى بتضمنها الحكومة. البساطة المشكلة اللي احنا عكساها إن الحكومة تقوم بضمنها، بمعنى إذا حصل أي حاجة تضمن الأصل. وبالتالي تحت المصرعات في جوانب عديدة ومشكلتنا مشكلة تخزين المال. لا يعني ما أقصد أنا أقول ألا ننتظر على وائلة من الصنع ورباب العهد الآن أنا كهيئة مضطر إلى الاستثمار ولا أجد أمامي غير هذه القنوات والتي تتعامل بغير اللي هي الفايدة الصرف، فأنا مضطر للاستثمار فيها لأن لو لم أستثمر لا أستطيع تقديم هذه الخدمة، يحيل علي تقديم هذه الخدمة اللي هي خدمة ضرورية للمجتمع وللأفراد. فإذا وجدت نفسي مضطر ونجأت إلى هذه الطريقة أظن يعني الدين مصر ولا كل من مضطر غير هذا واحد، هي من مضطر بها خمسة تعليق أيضا من مضطر بإيه؟ يعني مثلا الحكومة مضطرة إن هي بتجيب 7% ربا علشان تبقى تعطي الموظف بعد كده. وبعدين كان ذلك الوزير بيفرض لوحده هو والخدمين والسيارة بتاعته والبيت والواحد كده اللي جاي من هنا والبيت والحرس اللي عليه بيفرض ان هو يزيد عن 50% من حقوق الشعب. يبقى انا لما اتوقع على ان انا بعمل تدقيق في الحسابات وبدي عدالة اجتماعية حقيقية وبعدين تقف عندي من 1000 ضرورة يبقى احسن الضرورة. لكن انا بدافع وبدعزع ونظام الطب لا صله له بالاسلام، انا لما اجي ارقع الحته دي بدخلها ثمن الطر، ارقع الثانيه بدخلها ثمن الطر، قلت له ايه؟ انا اقيم جاري على وضع اسلامي، ولما تيجي الضروره اجيب علماء الاقتصاد وعلماء الدين واقول لهم شوفوا دي ضروره يدفع لها ولا لا؟ ولذلك في عمر باستمرار لما قال الربا ضروره عالميه أنا لما أحب أجيب الدولة أسرة ضرورة أجيب فيها رخيصة جدا. إذا كان نقوم نظامنا على أسرة الإسلامية، نظامنا الاقتصاد، بعد ما نقوم موجود علماء الاقتصاد وعلماء الدين جنب بعضهم. لما تيجي حالة بنعرض عليهم. فإذا وجدوا إن في مشكلات يعني ما في مشكلة، لكن إحنا دلوقتي إحنا جينا زرعناها شجرة خنزل. فعمرها ما تجيب الا خندل، انا عايز من ساعة اعمل لها نوع من التفعيل واخليها تجيب لي برتقال، هيبقى خندل برضه. لان الواقع ان ده تفعيل من اعلى نسبة من التفعيل بتاعتها. الفكرة عايزة انا اتفق مع سياسة الوالد طبعا ممكن نواجه الناس اللي هي الاتجاه الاسلامي ونستعد عن الجدد ويكون كل التعامل على اساس المشاركه في الارباح وليس من عند الفايده الثانيه، انما الى ان توضع هذه الاسس يعني نصوص هذا الاتجاه انا متهيألي ان الاضطرار في التكوين او صحافه التكوين الى الاستثمار في القنوات الموجوده حاليا ليس حرام، لان هذا اضطرار لا يستدعي الا التنصر، لكن سيدات التنصر نفسها بنت عمرات كثيرة وأصاب الداء، ما كان برضه بتتعامل بالرضا. فلو أننا إحنا عاوزين يعني في الموضوع مسألة الإضافة من أحمال حرام اللي خاصة بها مين؟ الله. إذا أنا لما أجي أبيت في الله حرام لابد تكون الإضافة مأخوذة من المبدأ ذاته اللي جاي منه التحليل والتحريم. المبدأ ده هو مين؟ هو الشرع الكوني. فإذا أنا نسيت الشرع وهذا ونسيت فيه لغايه ما وصلت النقطه المسدوده اللي تسرتني العمل هذا، ابقى انا بعمل بحلل من مبدا اصلي اسلامي. لكن انا ماليش صله بالاسلام اطلاقا في جميع التعامل. لا انا قدامي موارد اخرى مواشي اخرى ممكن استغل فيها مالي. لكن وضع في البنوك يعتبر وضع سامي ومرضى بغير اي ده. فين انا بعتبر ده المثال، لكن هذا اعتبار، لكن كون حلال هذا اعتبار ليس من حقي انا. لان المحبين الاذن اثار الخطرة بان ده حلال الله اللي احنا بنتكلم عن دينه، هذه اثار الخطرة بتقول لي انت على ده
عشان اديك الاشاره الخضراء. يعني مثلا لو ماشي في الطريق المعتاد وقابلت لي اتصالات بلتزم بها، لو انا طلعت من على الارصفه ودخلت من المواد المعده انا خرجت عن القانون كله. هل في الوقت ده بيبقى انا مش بعاقب بس لاني سبت الاشاره، بعاقب لاني طلعت كل القانون. فهو ده الاصل. هنا لا هنيجي للنقطة، يعني نخش أن يكون بعض العنف من هو المسؤول عن الحلال أو الحرام؟ هل هي الدولة التي تسمح بقيام هذه الأبواب ولا شركات التأمين بأباء الإنشاء غير هذه القنوات؟ في فرق بين من هو المسؤول وبين من هو الذي يحجب على هذا أمام الله. يعني مسؤولية تشريعية ومسؤولية تنفيذية. فالمسؤولية التشريعية بدون شك المسؤول عنها الدولة. المسؤولية التنفيذية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما دمت قادرا على ألا أعصي. أما إن أجبرت، يعني مثلا أنا أبعثت أموالي عن البنوك، راحت الدولة قالت من لم يدع أمواله في البنوك فليخرج من هنا وحنصرف الأموال بتاعته ونخرج بيه. أنا أصبحت خلاص راضي أبدا في لكن أنا تابع وأنا قررت. الوفاة، فمشكلة الوفاة ترى الإنسان نفسه يغير الأمر.